بقول لك ايه، البت جامده، انا مش هسيبها. نخرج تاني يا سلام. عايزين حاجه من هناك؟ لا يا روحي شكرا. كل يوم بجد الملل ده. بقول لك ايه، ما تيجي نشرب كاسين ونتعرف على بعض. ايه اللي بتعمله ده؟ بتتجنن انت ازاي؟ تسيبني وتمشي وانا لسه خلصت كلامي؟ سكران ولا ايه؟ تعالي. ايه سكران؟ ايه يا عم، مش كفايه عليك واحده؟ هو انت عاوز تكوش على المكان كله لوحدك؟ معلم اهدى، انت سكران؟ دي اختي، احترم نفسك. يا عم بقول لك ايه، طب ما تاخد صاحبتك انت وروح بيها، وسيب لي اختك انت انا اروح بيها. من هنا قبل ما اقفل المكان ده، تمام؟ يوه وقتك بقى انت كمان. مين ده اصلا المتصل؟ ادهم. ما تردي يا بنتي عليها كده، قلقان عليكي. قلقان ايه؟ ما يعرفش اصلا ان انا معاك، ولو رديت هيقعد يرغي قد كده. ممكن يلا بقى يا اسر لو سمحت. مش عايز اسمع صوت لو سمحتي. صباح على خير يا عم. اتفضل. تصبح على خير. وانت بالاهل. اتفضل. اهدى. هو اسر فين؟ ما قاليش هو رايح فين. ايوه اسر. اهدى جدع، انت في ايه؟ ممكن لو سمحت تجيني دلوقتي؟ اهدى مش فاهم حاجه. فين المكان ده؟ وربنا ما افتكر اسمه، ابعتولي في رساله. جاي لك مسافه الطريق. في ايه يا زين؟ مفيش حاجه، عربيته عطلت بس اروح اجيبه على طول واجي. اطلع لبسيني والنبي عشان اروح له. اجي معاك يا ابني؟ الله، ما هي هتلبسني يا عم، تيجي معايا تعمل ايه؟ خليك يا بابا. خلي بالك عليه. حاضر يا عمي، واطمنك على طول. طول عمري بقول الاماكن دي فيها شنو، ما يجيش منها غير وجع الدماغ. خلاص يا زين، بعدين بقى. انتوا رايحين فين؟ يا عم وانا داخل الجنة، عايز صاحب المحل عمر. انا ظابط مباحث زين الجناوي، والراجل ده جوز اختي، وتقلب كرامته هنا في المكان ده، فعايز صاحب المحل عشان ما اروحش اعمل محضر واقفل لكم المكان ده. تقفل ايه؟ اقفل لكم المكان ده. تقفل المكان ده؟ طب يلا يا بابا اتكل على الله انت والراجل. انت مجنون يا ابني، ده ظابط بوليس. مش دي المشكلة دلوقتي، المشكلة انا هنشر البتاع ده فين؟ ينفع كده؟ ما يعرفش ان اللي هيت ظابط شرطه يبقى حط نفسه في ورطه. عارف شكلهم العيال دول؟ اه تعالى. هو ده واحد منهم ده. هو ده اللي عكسها اللي هناك ده. خد حقك منه. خلاص واقفين بس. بقول لك خد حقك منه. طب تعال. بس انت عايز تروح تروح دلع. بص على الوش ده وافتكره كويس عشان دلع يبقى. بس كفايه الواد مات. عشان خاطرك يا زين. يلا. راح بقى. أنا قلت لك، أنا قلت لك الأماكن دي فيها شطار. دي آخرة اللي يشتغل في الأماكن دي. الأماكن دي فيها شطار. صح. حاول ولا قوة إلا بالله. قلت لكم ظابط. بالله عليك ما تيجي الأماكن دي تاني. لا أنا مش هاجي غير معاك. استغفر الله العظيم وأتوب إليك يا رب. بقول لك إيه؟ الخمرة على الهدوم بتنقض الوضوء. بس انا كنتش اعرف ان جوز اختي بروسلي.